قبل آلاف مؤلفة من السنين، عندما صب نهر البتع باتجاه الجنوب الغربي لقارة ويستروس، وعند الجزء العلوي للنهر الهامس في منطقة المرعى، وفي حقبة عتيقة لا تعرف، نهضت مستوطنة بدأت كمركز تجاري كما أكدها المايستر جيليكو في سجلاته، لتكون ميناء أساسيا ومقصدا لسفن من عدة بقاع معروفة كفاليريا وجيس القديمة وجزر الصيف، من أجل تجديد البضاعة أو الإصلاحات الروتينية أو حتى المقايضة. حتى آل الأمر إلى تلك المستوطنة بعدما جرها هذا النشاط التجاري إلى قيام بلدة أخذ اسمها نصيبا من وصفها. فالبلدة القديمة قديمة غدت حقيقة اسمها الأصلي في غياهب النسيان. كم يبلغ عمر البلدة القديمة بكل صدق؟ أكثر من مايستر أمعن التفكير بهذا السؤال، ولكن الإجابة بكل بساطة غير معروفة، فأصول المدينة مفقودا بضباب الزمن ومغلفا بالأساطير، الأمر الذي قاد عدة باحثين من خلال ذلك في البحث ومحاولة كشف أصول سادة البرج العالي القدامى، بالاعتماد على عدة دلائل أخذت بعين الاعتبار، من ضمنها في الاعتقاد على أن الهايتاور ليسوا إلا ذرية البحار والتجار الذين استقروا شمال النهر الهامس في عصور سحيقة، وهم شعوب على الأرجح سبقت مجيء البشر الأوائل إلى ويستروس مع جهل المدة الفعلية. ويمكن كذلك الإشارة إلى الحصن المربع المصنوع من الحجر الأسود والقابع أسفل البرج العالي الذي ظل لغزا محيرا لا تعرف أصول بنائه. فتم الاعتماد من الغالبية على أنه تشييد فاليري بسبب عدم وجود مواد مختلطة في جدرانه أو علامات نحت من أي نوع، وهو مشابها لبناء آخر في العالم المعروف، وبالأخص طرق التنين في معقل فاليريا الحر والجدران السوداء التي تحمي قلب فولانتس القديمة. بينما ذهب المايستر الرئيس كويلن إلى اقتراح آخر، فبسبب جدران الحصن المربع الضخمة ومتاهاتها الداخلية والتي تخلو من النوافذ والتي تبدو كأنها أنفاقا وليست قاعات، توصل على أن الحصن بني عن طريق صانعي المتاهات، وهم شعب غامضا أسسوا حضارة قديمة في الوراث في البحر الراجف، مشيرا في ذلك على أن آل هايتاور يرجع بهم النسب إلى هناك. في حقيقة الأمر وعلى سبيل التنقيب، فإن الحصن المربع الأسود الموجود أسفل البرج العالي لا يعتبر طرازا معماريا فاليري كما تم تسميته، فبدون طرق التنين وجدران فولانتس السوداء فإن هناك مبنى أو مباني على وجه التحديد تشبه طبيعتها الهندسية مثل تلك التي بني بها الحصن المربع الأسود. والمباني المقصودة هي الحصون الخمسة الموجودة شمال غرب أراضي الظلال وآشاي في أقصى شرق العالم المعروف، والتي يرجع عهدها إلى أقدم العصور المدونة إبان إمبراطورية الفجر العظمى، حيث نصت الأسطورة إن إمبراطورا من أباطرة الفجر وهو الإمبراطور اللؤلؤ قام ببناء تلك الحصون الخمسة. ويرجع السبب في تسمية هذا النوع من التشييد بتشييد فاليري بسبب الاعتقاد السائد إن مدينة آشاي كانت جزءا من إمبراطورية الفجر العظمى، وبالاعتماد فيما ذكره سيبتون بارث في كتابه التاريخ الشاذ عرف السبب وراء ذلك، حيث ذكر أن شعبا قديما من آشاي قاموا بترويض التنانين في أراضي الظلال ونقلهم إلى فاليريا لتعليم الفاليريين فنونهم. والفنون لم تقتصر فقط على ترويض التنانين والامتطاء، بل كافت ما كان يجيده الأشائيين أي شعب إمبراطورية الفجر من تلك المخلوقات، من ضمنها طريقة هندسية غامضة وهي فن تحويل الحجارة إلى صهارة قابلة للتشكيل باستخدام نيران التنانين، وهي الطريقة ذاتها التي بني بها الحصن أسفل البرج العالي والحصون الخمسة العتيقة كذلك. ومع انهيار إمبراطورية الفجر العظمى بعد الليلة الطويلة، لم يعرف هذا الفن الهندسي في العالم المعروف إلا في فاليريا، فعرف بالتشييد الفاليري ونسي ما كان أصله. وهنا يجب التوقف والإبحار في هذه النقطة، هل بسبب الحصن المربع الأسود يمكن الاعتماد على أن الهايتاور من سلالة أباطرة الفجر العظمى؟ إجابة ذلك قد تحمل كم هائل من الجدل بسبب عدم القدرة على الرسو على قاعدة واضحة أو دليل قاطع، فمعظم أسرار العالم مضمونة بين مستويات البرج العالي ولها في الكشف عنها عسرا شديد. جل ما يمكن التوصل إليه أن الهايتاور هم أقدم عوائل ويستروس على الإطلاق. ذكر التاريخ أن الهايتاور كانوا ملوكا في فجر العصور القديمة، حكموا المناطق التي يغذيها النهر الهامس وكذلك المطلة على ضفاف نهر البتع،
حتى حدود قلعة المياه الوضاءة شمالا، لتكون هذه المعلومة أساس مغالطة تاريخية حول الملك أوثور البرج العالي الذي ذكرت عنه القصص والحكايات بأنه مؤسس سلالة الهيتور. وهذه المعلومة تتعارض مع التاريخ المسجل المعروف، فبحسب ما تم ذكره عن أوثور البرج العالي بأنه عاصر شخصيات ذكرت في عصر الأبطال، أي بمعنى أن أوثور من العصر نفسه عصر الأبطال، فكيف يكون الهيتور ملوكا في عصر الفجر ومؤسسهم عاش في عصر الأبطال؟ وعصر الفجر على حسب ما هو مدون يسبق عصر الأبطال بحوالي 2000 عام. السبيل في حل المغالطة هذه كان فيما هو معتقد بأن أوثور البرج العالي أول ملك يعرف من ملوك الهيتور وليس مؤسس العائلة، ويرجع الأمر في شهرته فيما تم التدوين عنه بأنه أول هيتور قام ببناء مقر العائلة البرج العالي مستخدما الحجارة في ذلك، حيث ذكر التاريخ أن البداية الأولية للبرج كان مبني من الخشب ويرتفع 50 قدما فقط، ثم بنيت مستويات أعلى إضافية على مر الأزمنة حتى بناه أوثور بالحجارة، والذي يقال بأنه ارتفع في عهده 200 قدم. وقد لا يكون هذا هو سبب شهرته الوحيد، فهناك أمر آخر وهو زواجه من ماريس العذراء ابنة غارث ذو اليد الخضراء. غارث الذي نقلت عنه الأساطير بأنه الملك السامي للبشر الأوائل، وهو الجد الأكبر لغالبية عوائل مملكة المرعى إلا الهيتور الذين ذكروا فقط في مصاهرتهم بغارث بزواج الملك أوثور من ماريس. فأسلاف الملك أوثور القدامى ترجع حقبتهم إلى تلك القرون الأولية من عصر الفجر، الحقبة التي وصفها المايستر ياندل بالحقبة البربرية والأكثر بدائية، حيث كان البشر فيها غير متعلمين، فلا للتدوين حينها له أثر يذكر. ننير الطريق، الكلمات الرسمية لآل هيتور التي جاب صداها كافة أرجاء ويستروس قاطبة من أدنى الجنوب إلى أقصى الشمال، قد تكون مجرد كلمات لا معنى يثير الانتباه لالتقاطه، أو هكذا ما يعتقده الأغلب. فسلك الرأي حول هذه الكلمات بأنها تروي الغرض الأساسي من بناء البرج العالي في سالف العصور تلك، ذلك البرج المبني من الخشب والذي عمل كمنارة تنير الطريق للسفن التجارية المعتضلة بضباب النهر الهامس في توجيها لها إلى مرفأ البلدة القديمة، أو ربما للقلعة صلة في دلالة على هذه الكلمات، تلك المؤسسة التي وضع الملك يوريغون هيتور حجر أساس تأسيسها في تخليدا لذكرى شقيقه بريمور طريح الفراش الذي كان شغوفا بالعلم والسعي وراء المعرفة. وعندما رحل بريمور منح الملك يوريغون العلماء والمفكرين والخيميائيين والمعالجين قطعة أرض على ضفاف نهر البتع، وهنا بدأت القلعة بالنهوض التي نقلت ويستروس إلى مرحلة علمية لم تكن لها سابقة، حيث أصبح من الجلي الاهتمام بالعلوم والفنون بمختلف أنواعها، والتي غدت جزءا لا يتجزأ من ثقافات الويستروسيين. فنصت الأعراف السائدة بعد عدة أزمنة على وجود مايستر في كل بلاط نبيل، وهذا كله عائدا بفضل جهود الهيتور. فمثل ما يقال عموما بأن العلم ينير الطريق المعتم بالجهل، أو ربما هناك أمر آخر. الملاحظ في العوائل التي نهضت في عصر الفجر هو امتلاكها لتفاصيل تثير الانتباه إلى أقصى حد، من بينها الكلمات الرسمية الخاصة بتلك العوائل، والتي من الواضح أنها ليست كلمات اعتيادية بل كلمات مشيرة منبهة ومحذرة. ومثالا على ذلك في الجدلية الكبرى التي وضعها المايستر ياندل في سجلاته عن وينترفيل، حيث أكد فيها أن معقل ملوك الشتاء القدامى بني في عصر الفجر وليس في عصر الأبطال كما هو معتقد. إذن أصبح من واجب الاعتماد أن المؤسس براندون البناء من شخصيات عصر الفجر وليس من عصر الأبطال، وكذلك نهوض العائلة. وقد أوضح ياندل عن سبب هذا اللبس في المعلومات مشيرا على كثرة من امتلكوا اسم براندون في تاريخ آل ستارك فضاع بينهم. عرفت كلمات آل ستارك الفريدة الشتاء قادم، والتي فقد معناها بالطبع بعد قرون قد لا تحصى، وأصبحت كلمات يرددها أبناء وينترفيل من باب الاعتزاز في امتلاك قابلية طبيعية على تحمل قسوة مناخ منطقة الشمال، أو يتم ترديدها من باب الترهيب والتهديد. ولكن في التمعن أكثر حول هذا الأمر،
فإن معنى كلمات آل ستارك قد يفوق مستوى ما كان يعتقده. فالوعيد بمجيء الشتاء معنى سطحي عام ليس له علاقة خاصة بآل ستارك، لأن جميع عوائل الشمال لها تلك القابلية في الاعتزاز بقسوة مناخ المنطقة. معنى الكلمات قد يكون منبها لحقبة مضطربة، خصوصا بعد المعلومات المتناقلة عن المؤسس براندون البناء بأنه أول بشري امتلك الهبات الخضراء، فلربما خرجت الكلمات منه على صعيد التحذير لشتاء قادم، شتاء استمر جيلا كاملا وصلت فيه البشرية إلى حافة الفناء، وآخرا على مشارف الإقبال. وبالإشارة إلى عائلة آل رويس مثال آخر، العائلة التي ترجع جذور تأسيسها إلى عصر الفجر، والتي امتلكت واحدة من أكثر الكلمات الباعثة للاستغراب. نتذكر لربما لو لم تختلط ألسنة الوستروسيين وتداخلت اللهجات واللكنات على مر الأزمنة التي أدت إلى اندثار اللغة القديمة، لكان من اليسير حل شفرة اللغة الرونية القديمة التي تزين شعار العائلة. وستكشف بعد ذلك ذاكرة البشر المفقودة التي يشير بها آل رويس بكلماتهم، ومنها من الممكن أن ينقشع ضباب الغموض الحاجب لجوانب أصبح من الصعب الإتيان بتفسير لها، منها السر في توارث أفراد العائلة لدروع قديمة جدا تقدر أعمارها بآلاف من السنين ومصنوعة من البرونز والمنقشة بالأحرف الرونية العتيقة، والتي يقال عنها بأنها محمية بالتمائم السحرية. فلقب سادة رونستون القديم وهو الملوك البرونزيين لم يأتي من فراغ، وقد أوضحت الليدي كاتلين ستارك عن سر استخدام البرونز في العصور القديمة، حيث قالت عن تاج ابنها روب: فمن قديما والبرونز والحديد معدنا الشتاء، كلاهما داكنا وقوي أثناء القتال ضد البرد. ملامح غير منطقية في كلام الليدي كاتلين، فلا يمكن استخدام معدن في محاربة طقس، ولكن العمق في إشارة ما ترمي إليه قد يوضح بعض الجوانب المبهمة في ذلك، والتي جاءت حصيلة الأمر دون ارتياب في الاعتماد إن البشر استخدموا البرونز المحمي بالتمائم السحرية ليس في محاربة البرد، بل من كان يجلب ذلك البرد، العادة التي أهملها البشر بعد الليل الطويل وتغافلوا عنها ونسيت، ولا زال آل رويس ثابتين في اعتمادها مذكرين بها. وحصيلة للمثالين السابقين، أصبح من البين أن كلمات عوائل عصر الفجر لها صلة وارتباط بالليل الطويل أو بالآخرون، وهذا ما تم اعتباره سبب كاف في طرح الهيتور في ساحة التمعن حول كلماتهم. فأبسط ما يعرف عن الليل الطويل دون التشكيك حول حقيقته هي الظلمة التي جلبها على العالم. فقد أكد المايستر ياندل في سجلاته أن البشر القدامى الذين عاشوا في تلك الحقبة لم يروا ضوء النهار قط، وقد كتب عن الآخرون فقال: جاءوا من أرض الشتاء المتجمدة المسمات أرض الشتاء السرمدي، حاملين معهم البرد والظلام. وأكدت العجوز نان في حكايتها عن ذلك أيضا، حيث قالت لبران: جاء الآخرون للمرة الأولى في الظلام. وهذا ما يكون ثغرة لها قابلية في الارتباط بالهيتور، فكلماتهم ننير الطريق، وكأنها تلميح بأنهم مصدر ضوء في الظلام. سبق وأن تمت مناقشة الرأي حول الحصن المربع الأسود الموجود أسفل البرج العالي بأنه مشابها في الهندسة المستخدمة في بنائه بتلك التي استخدمت لبناء الحصون الخمسة قبل آلاف من السنين إبان حقبة إمبراطورية الفجر العظمى. وذكرت السجلات التاريخية المتبقية أن الإمبراطور اللؤلؤ الذي قام ببناء تلك الحصون كان الغرض منها هو صد شياطين أسد الليل. أسد الليل الذي يبدو من أهواله على سبيل التدقيق بأنه المقصود بالعظيم الآخر، ولكن ثقافات الشعوب لها دورا في اختلاف المسميات، وشياطين هم المقصودين بالآخرون. فقد وصف الملك ستانس براثيون الآخرون ذات مرة بأنهم شياطين من الثلج والجليد والبرد. وهذا ما تم التوصل إليه، إن الغرض من بناء الحصن المربع الأسود مثل الغرض من بناء الحصون الخمسة، حماية البشر من الشياطين أي من الآخرون. وحصيلة لهذه النقاط، فأن سلالة الهيتور كانوا في عصور عتيقة منسية حماة للبشر، فحارس المنارة يقع على عاتقه مهاما لها من الأهمية درجة قصوى،
من ضمنها أن يحافظ على تأكده العالي دون التساهل فيه، أن يكون ضوء المنارة مشتعلا دائما، بمعنى أن يظل الحارس يقظا على الدوام. وهذا ما يمكن اعتباره تفسيرا أن سيف الهايتاور الفاليري كان يسمى باليقظة. بالرجوع في الحديث عن الليلة الطويلة القديمة، كانت هناك مقدمات أسبقت حدوث الكارثة، من بينها عندما قام آخر أباطرة الفجر وهو الإمبراطور حجر الدم بتقديس حجر أسود، وهي المادة نفسها التي بني بها الحصون الخمسة والحصن المربع الأسود أسفل البرج العالي. والآن التاريخ يعيد نفسه، كما قال المايستر الرئيس ريغني بأن التاريخ عجلة، لأن سليقة الإنسان لا تتغير أبدا، وإن ما حدث من قبل سيحدث ثانية بالضرورة. وما فعله إمبراطور حجر الدم قبل آلاف من السنين يعيده يورن عين الغراب بطريقته الخاصة، مستحوذا على كل ما صنع من الحجر الأسود، بدايتها كرسي حجر اليم، ومن ثم من بين جميع بقاع ويستروس توجه إلى البلدة القديمة بالذات، والحصن المربع الأسود أسفل البرج العالي على ما يبدو هو الهدف المنشود.